ازيكم حبايبي؟ انا شارككم النهارده حلقه جديده من حلقات اعرف جسمك. هنتكلم النهارده عن عمليه الاخصاب. بعد بدء عمليه وضع البويضات بساعه او بساعتين، بتبدا البويضه في التحرك رويدا على طول القناه بتاعت الغلو. قد تستمر هذه الرحله يومين، وبتكون البويضه خلال اليومين دهوت جاهزه للاخصاب. خلال عمليه الاتصال الجنسي يتم إدخال خلايا السائل المنوي إلى المهبل بواسطة قضيب الرجل، ولدى عملية القصف يخرج منه 300 مليون خلية منوية. يتم قصف السائل المنوي على عنق الرحم، وتتحرك الخلايا بعد كده في السائل بتاعها إلى داخل الرحم. مليون خلية منوية فقط تنجح في عبور عنق الرحم، ينجح منهم واحد 300 مليون، يعني واحد على 300، يعني نسبة ضئيلة جدا. مليون خلية بس تستطيع ان هي تنجح في عبور عنق الرحم. بضع مئات منها فقط تتحرك في الرحم وتصل الى قناة فالوب، مكان الالتقاء بالبويضة. تكون البويضة محاطة بطبقة من الخلايا الصغيرة وبغشاء يسمى الطبقة الشفافة، وتنجح بضع خلايا منوية محدودة في اقتحام الطبقة الخارجية وتليينها، تلين الطبقة ديت او عزلها عن البويضة. لكن خلية منوية واحدة بس هي اللي بتستطيع انها تدخل من الطبقة الشفافة الى داخل البويضة، تاركة ذنبها سايبة الديل بتاعها، لان الحمل المنوي عبارة عن راس وديل، فهي بتسيب الديل وتخش هي، تدخل من الطبقة الشفافة داخل البويضة تاركة ذنبها في الخارج. تحتوي كل من الخلية المنوية والبويضة على كروموزومات، والكروموزومات دي عبارة عن ايه؟ الكروموزومات دي هي الياف بتحتوي على المعلومات الوراثية، على المعلومات الخاصة المطلوبة لخلق حياة جديدة. تتحد الكروموزومات من كلتا الخليتين، وبذلك تتم عملية الاخصاب نتيجة اتحاد الكروموزومات دي مع بعضها. هو عملية الاتحاد ديت هو تعتبر هي دي عملية الاخصاب. بعد مرور فترة قصيرة تنقسم البويضة المخصبة إلى خليتين متماثلتين، وتنقسم الخليتان مرة أخرى لتنشأ أربع خلايا، يعني بيتضاعفوا، وتستمر عملية الانقسام والتضاعف ديت على نمط سريع، ويتم مضاعفة عدد الخلايا 8 16 32 وهكذا، وبالتدريج تنشأ كرة فارغة من الخلايا تسمى خلية كيسية، وتظل الخلية الكيسية خلال ذلك الوقت تتقدم في القناة. كل ده جوه قناة فالو، تتقدم في قلب القناة، وبعد عدة أيام تصل إلى الرحم وتطمر في الطبقة المخاطية الإسفنجية اللي احنا قلنا بتزداد سمكتها مع الوقت من بداية ظهور البويضة في بداية قناة فالو، بتبدأ تزداد السمكة ديت لحد ما تسقط في قلب الرحم. إذا حصل تخصيب بيستمر الموضوع وتكبر وتتطور بعد زي ما هنشوف. بعد عدة أيام تصل الرحم وتطمر في المادة المخاطية الإسفنجية التي تغطي من من الداخل. يقول الجنين أو الخلية الكيسية اللي عبارة عن مجموعة من الخلايا المتحدة مع بعضها، ينتقل إلى الرحم ويطمر في الغشاء المخاطي أو جدار الرحم، ويستمر النمو في النمو، ويبدأ في تكوين أجزاء أخرى لكل جزء، والجزء الوظيفة الخاصة بتاعته. ولو احنا جينا نشوف التركيب اللي قدامنا دهوت، المنطقة دي بيقول عليها التجويف السبيائي أو الأمنيوني الذي ينمو ليحيط بالجنين. التجويف ده بينمو عشان يحيط بالجنين. ده المح، خلايا يتكون منها المشيمة بتاع الجنين، الخلية ده هي المنطقة دي. ده الغشاء المخاطي، وديت أوعية دموية، ودي بداية تكون الجنين، وديت مراحل الاخصاب. هيت عندنا المرحلة الاولى، عندنا المجموعة من الحيوانات المنوية بتحاول اختراق البويضة لحد ما في واحد منها بينجح في الاختراق، بيخش وبعدين بيسيب ديله برة، هو الراس الحيوان المنوي اللي في المعلومات الوراثية، وبعدين بيبدأ يخصب الخلية من جوه، بيتحدوا مع بعض وتبدأ عملية الانقسام. الخلية الواحدة بقوا خليتين، والخليتين بعد كده اهو خلية واحدة بقت خليتين اهي، والخليتين بعد كده يبقوا اربعة، والاربعة يبقوا تمانية وهكذا، وتحصل عملية تكاثر لحد ما يديني
مجموعة الخلايا اللي متكونة ومجموعة خلايا فارغة، أو زي ما احنا شايفين كده النقطة السمراء دي تعتبر هي اللي بالحواجز اللي حوالين منها، هي مجموعة خلايا متحدة مع بعضها. هتبدأ بقى تتخصص كل مجموعة من الخلايا في نسيج معين، عشان ايه؟ نسيج مع نسيج يعمل لنا عضو، والعضو مع عضو يعمل لنا جهاز. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وأي حد عنده سؤال تعليق اكتبه في التعليقات، واحنا تحت أمركم. يلا سلام.